12 بالليل تلاقي روح لقاها معلقه له الشبشب على البيت. الحقوني الحقوني، فريده هانم بعتتنا اجيب لها الجل دوت اللي بتستحمى بيه، ومن ساعه ما جيت عماله رن عليها الجرس وهبت على الباب ما بتفتح، شكلها ماتت. ماتت ايه تفهم من بقك؟ ما يمكن نايمه. لا لا مش نايمه، لانها لو نايمه كان زمانها صحت، لان نومها خفيف. انا عماله اخبط عليها ما بتفتحش، دي ماتت. طب اجري ده راجع بيكسر الباب. انا اقدر اكسره امسكه، بس انا خفت اكسره احسن البسها لوحدي لما الاقيها ميته. قلت استنى حد يلبسها ماتت. انت خلصي بقى. ماشي. ده اكيد كانت بتغني في الحمام. امشي سيبني. يا حبيبتي اهدي، مالك بتعملي كده ليه؟ دخل عليا مسكني وقعني وعايز يموتني. هو مين ده؟ شداني من الروب. الحرامي مسكتوه؟ اكيد يبقى سفلي ما دام شدها من الروب. اسمه سفلي؟ لا اسمه سفلي ايه؟ اسمه الروب قصدي. لا لا امشي ثاني. لا الروب بتاعك هو اللي مسك في اوكرة الباب. امشي امشي. يعني انا مش مجنونه. انا اتمسكت في الحمام وشدني من الروب ووقعني وكان عايز يموتني. والله ما حد قال عليكي مجنونه، بس اللي الست ليلى بتقول هو ده اللي حصل. حبيبتي اهدي حبيبتي، والله ما فيش حد في البيت هنا غيرنا خالص. انت ما تخافيش. بقول لك ايه، اكلمناها الشيخ عرتوز.